لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ تمام ان شاء الله يا رب دايما. طيب الحمد لله رب العالمين يا حسن. هنبتدي النهاردة. احنا المرة اللي فاتت كنا خدنا شوية عمل كده من بتوع الفصل الأولاني، تمام؟ كنا خدنا امتحان، وانا بعتذر لكم، معلش انا ملحقتش صح الامتحان، رغم ان انا كنت بصيت عليه يعني بصة مبدئية كده، بس ما لحقتش اصححه لان الوقت عندي ضيق جدا اليومين دول. فان شاء الله ربنا يسهل على المره الجايه هكون صححت الامتحان للناس كلها، تمام؟ انا ادوني لحظه بس هجهز الورق بتاع المحاضره دي، هو تقريبا جاهز بس ايه ارفعه لكم بس، على لو حد تاني حتى هيخش او حاجه اكون خلصته. طيب على ما الورق يجهز، في حد حاجة واقفة معايا في الـ بسم الله الرحمن الرحيم في الفصل الأولاني؟ الله، مع الفصل التاني. الفصل التاني بيتكلم على التفرع، اللي هو الاختيار في الايه، في الفيجوال بيزك. جملة التفرع دي بستخدمها لما يكون عندي حاجة أو عندي مدخل هيطلع من خلال المدخل ده قيمتين، تمام؟ يعني محتاج هديله حاجة والكمبيوتر يختار منها، تمام كده؟ بمعنى أصح ناخد كده مثال صغير، أنا عندي درجات طالب، عايز لما ادخله الدرجات دي يقول للطالب ده راسب ولا ناجح. تمام كده، فدي بتعتمد على جملة التفرع. طيب يبقى جملة التفرع دي بستخدمها كده دايما لما الاقي البرنامج بتاعي فيه اختيارات، فيه حاجة الكمبيوتر هينفذها بناء على شرط معين. بستخدمها ازاي؟ انا قفلت السكرين شير اصلا، انا قفلته دلوقتي لحد ما اخلص الجزء ده.
انا قفلت السكرين شيفر يا شباب دلوقتي. جملة اذن بتتكون كلمة اف زن اند اف، تمام كده. يبقى الجملة بتتكون من اف وزن واند اف. ما بين اف وزن هنا كده بحط شرط، وما بين اف وزن واند اف بحط الاوامر المطلوب تنفيذها. خلاص كده، يبقى دي الصيغة العامة بتاعتها، الصيغة العامة بتاعت اف وزن. هحملي تاني نبص عليها. طيب فبكتب اف وزن وما بينهم بكتب الأوامر المطلوب التنفيذ بتاعها، فبحط له الشرط ده بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده. حاجة اقول له مثلا زي ما انت كده، هو بيجي يقول لك لو نجحت مثلا هنروح المصيف، لو ما نجحتش مفيش مصيف، تمام. يبقى بابا حط شرط معين علشان خاطر، عشان خاطر يوديك المصيف. ايه هو الشرط؟ انك تنجح، تمام كده. فلو جينا عملنا ده كمثال، هقول له اف درجة، الدرجة مثلا نسميها دي اكبر من، اكبر من 150، تمام. then اهو كده مثلا في رسالة تمام. طيب يبقى زي ما احنا شايفين كده قدامنا مثال اهو، اف الدي اللي هي اختصار الدرجة مثلا اكبر من 150، تمام. يبقى لو اكبر من 150 انفذ اللي بعد زن اتنين، ايه اتنين اللي مكتوبة دي، ايه يا جماعة اتنين اللي مكتوبة دي قصدين ايه؟ الصوت، الو الصوت بيقطع، حتى يعني عنده صوت بيقطع. ها حتى اللي عنده صوت بيقطع. طيب اللي عنده مشكلة ما يفرقش، انا كده في يعتبر الصوت، في ناس عندها مظبوط وناس مش عندها مظبوط. يا اف الدي اكبر من 150 ذن هنروح لايه؟ المصيف. يعني تنفيذ هنروح المصيف مرتبط بان الدي تبقى اكبر من 50. فالتعبير الشرطي ده كده ليه كام اجابة؟ اجابتين. يا اما تعبير صحيح يا اما تعبير خطأ.
فلما بيكون تعبير صحيح بنسميه ترو، يعني الشرط اتحقق. طب لو الشرط ما اتحققش بنسميه فولس، يعني الشرط ما اتحققش. طب كويس ان الشير اشتغل. طيب تمام، هنشرح والشير شغال مش هنفصله، خليه شغال. خليك انت بس معايا على الوايت بورد الاول، واول ما ابتدي اشتغل على الفيجوال هقول لك هتلاحظ يعني، عشان مش عايز افصل السكرين شير عشان كويس نشتغل. يبقى عندي لو الشرط ده اتحقق بيبقى قيمته ترو، يعني يجيلي في الامتحان يقول لي بفرض ان الدي 200 يبقى ناتج التعبير الشرطي ده ايه؟ بفرض ان الدي ب 200 يبقى ناتج التعبير الشرطي ده ايه؟ ها الناس المصحصحة، حد صاحي معانا؟ لا، ناتج التعبير الشرطي ترو. تمام، تاني التعبير الشرطي ده ليه قيمتين، يا اما يبقى ترو يعني تنفذ، يا اما يبقى فولس ما بقاش يبقى الشرط طلع غلط مش مظبوط. فلما يبقى ترو ينفذ اللي بعد زن، لما يبقى فولس يروح على اند اف على طول. فلو الدي ب 200 يبقى ناتج التعبير الشرطي ترو، الدي ما تبقى ب 100 يبقى ناتج التعبير الشرطي فولس. فايه اللي بيحصل؟ اف الدي اكبر من 50 الدي بتساوي 200، يقوم جاي نازل ينفذ ده، وبعد كده يروح على ايه؟ اند اف، وبعد كده يكمل البرنامج لو لسه في حاجه. خلاص. طب لو كانت الدي ب 100، الدي ب 100 ال100 اكبر من 150، لا يبقى فولس، يقوم عامل كده، عدى على المصيف ما عداش على المصيف. تمام كده. طيب تعالوا ناخد مثال كامل على الفيجوال على الحتة دي. ها الفيجوال ظهر عند الناس كلها. هو الشير اصلا باين ولا مش باين؟ طب يعني الفيجوال ظهر ولا ايه؟ انا فتحت الفيجوال كده. طب اللي الشير مش شغال عنده يعمل ريفريش، اللي الشير مش شغال عنده يعمل ريفريش. طيب هروح اجيب باتون. تمام، جبت باتون اهو، وجبت تيكست بوكس. انا عايز الناس على طول تتابعني في الشير عشان انا عارف الصوت بقى متاخر عن الصوره. ظهر الباتون والتكست بوكس عندكم؟ ماشي. الدعم السرعه عنده ظهر 2 ميجا وظبط حاله. احنا مش بنحسد. ظهروا يا جماعة الباتون والتكست بوكس. تمام، انا ليه حطيت باتون وتكست بوكس؟ انا قلت هدخل درجة طالب، يبقى محتاج تكست بوكس واحد بس ادخل منه درجة الطالب،
والباتون عشان انفذ منه الاوامر. فاعمل دبل كليك على الباتون يفتح لي شاشة الكود اللي هي ظاهرة قدامنا دي، اللي هي لسه هتظهر عندكم يعني. تمام، ظهرت. ها طيب، كاتب انا في شاشة الكود لو انت شايفها دايم دي اس بايت. خلاص كده، مين الدي ده؟ المتغير اللي هيستقبل مني درجة الحرارة، درجة الطالب. واجي بعد كده اقول له الدي دي يعني خد قيمتها من مين؟ من التكست بوكس اللي بره. بايت حسن، انت ما حضرتش معايا قبل كده صح؟ حسن انت كنت حاضر الامتحان بتاع المرة اللي فاتت. طيب بص يا حسن، البايت ده، طب ما هو البايت ده نوع، البايت ده نوع من انواع البيانات زي السترينج. تمام، بيشيل ارقام صحيحة من 0 لـ255. اتفرج على اول محاضرة، خلاص لما الدعم الفني ينزل لك اللينكات اتفرج على اول محاضرة فيها، في اللينكات اللي هيجيبها لك. تمام، بما اني هدخل درجة طالب يبقى اكيد الدرجة هتبقى صحيحة، او لا ده ممكن درجة طالب يبقى فيها 10، ناخد سنجل. تمام، خدنا سنجل عشان درجة الطالب ممكن يبقى فيها 10. قلت له خد قيمة الدي اللي هي درجة الطالب، روح خدها منين؟ من التكست بوكس 1 دوت تكست اللي هو التكست بوكس اللي بره. تعالى بقى نشوف جملة التخصيص، جملة الشرط. اقول له اف الدي اكبر من 150 زين. بص لو خدت بالك هو اوتوماتيك، بمجرد ما انا دوست انتر حط لي اند اف. تمام، يبقى ما ينفعش اف من غير ايه؟ اند اف. ما بينهم بقى هكتب ايه؟ مسج بوكس طيب. انا كنت بكتب حاجات، ظهر اللي انا كتبته. تمام، يبقى لو الدي اكبر من 150 يبقى لو الدي جي اكبر من 150 يبقى اول حاجة هنروح المصيف وهنجيب موبايل اس 4 وهنجيب بلاي ستيشن 3. الحاجات دي كلها هتحصل امتى؟ لو كانت الدي اكبر من 150، يعني التعبير الشرطي ده كان ايه؟ ترو. تمام، لما تبقى اكبر من 150 بس. طب لو اقل من 150 مش هيحصل حاجة، هعدي كل اللي انت عملته دون ويقوم رايح على اند اف على طول. خلاص كده، طيب
تعال نشوف التطبيق، الخطوات دي هتتم ازاي. انا عملت ران للبرنامج بتاعي، عملت له ران. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هدخل ظاهرة الفورمة بتاعت الران اللي انا بحرك فيها دي، فورمة الران ظهرت. طيب بص معايا كده، انا هدخل قيمة اكبر من 150، تمام، وهدوس على الباتو. رجع لي اوتوماتيك لشاشة الكود. انا همشغل لك البرنامج ران، بس ران خطوة خطوة. لحظة يا شباب معلش عشان الاذان. طيب تمام، انا شغلت لك البرنامج ران، بس مش الران العادي، تمام. ده ران يوريني خطوات البرنامج. ظاهر عندك كده شريط اصفر فوق على اول الشاشة، ها يا شباب. الشريط ده هو اللي هيوريني حركة البرنامج. الشريط دلوقتي موجود فين؟ عند الدي بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست اهو. بص كده، خلى قيمة الدي كام؟ ب 151. ظهرت الرسالة الصغيرة اللي تحت الدي، ظهرت الرسالة تحت الدي يا شباب. ها كل ده لسه. طيب تمام، خلالي الديب 100 كام؟ تحت الدي على طول اهو، انا واقف عليها. الديب 151، رسالة صغيرة اوي كده. طيب الشريط الاصفر ظاهر عندك على جملة التعبير الشرطي اف دي اكبر من 150، حلو كده. طيب نيجي نعدي الخطوة دي، هتلاقيه نزل راح فين؟
للي تحتها على طول، تمام كده. نزل على ايه؟ مسج بوكس. هروح المصيف، بعد كده راح فين؟ طلع لي الرسالة بتاعت هروح المصيف. نزل بعد كده على هنجيب موبايل، طلع لي الرسالة بتاعت هنجيب موبايل. نزل بعد كده على هنجيب بلاي ستيشن، طلع لي الرسالة بتاعت هنجيب بلاي ستيشن، تمام. وبعد كده راح على اند اف. بعد اند اف بينزل يكمل برنامج عادي اهو، خلاص كده. ظهرت قدامنا الخطوات، يا شباب. طيب شفت الخطوات اللي مشيها ازاي؟ كل خطوة بيعملها وبايه وبينفذها، ده في حالة لما كانت الدي كانت اكبر من 151. طب تعالى بقى نشوف الدي لو اقل من 150، وندوس على الباتون تاني، تمام. لاحظ كده اهو، راح خد قيمة الدي من التكست بوكس 1، دخل على جملة التعبير الشرطي، ولم نلتفت على طول على ايه؟ اند اف. ظهرت عندكم؟ ها كل ده لسه ما ظهرتش. طب يا حسن، شفت الخطوات ولا شفت الخط الاصفر ثابت في حتة؟ الخطوات كلها ظهرت عندك يا حسن. تمام، هعيد الخطوات تانية واحدة واحدة. اهي 149. طب كويس، بدأت تظهر عند الناس كلها. تمام، خلاص كده فهمنا الاسلوب اللي بتشتغل بيه. فهمنا الاسلوب اللي بتشتغل بيه يا شباب. طيب تمام، فانا لو جيت قلت له اف طيب، يبقى كتبنا الجملة تانية اهو بعيد عن الفيجوال بقى عشان الفيديو يشتغل اسرع شوية. جيت قلت له اف الدي اكبر من 150، يبقى الاكبر من 150 هنروح المصيف، وبعد كده هيروح على اند اف، وبعد كده هينزل يكمل البرنامج. لو ما كانتش اكبر من 150 يجي يعمل كده على طول، تمام. طيب، طب في حالة كانت اصغر من 150 ينفع اكتب له رسالة تانية؟ اه ينفع. هاجي بعد اند اف كده اقول له تمام. طيب يبقى انا جيت قلت له لو كانت الدرجة اكبر من 150
زين هنطلع مصيف. طيب وبعد كده هيخلص، نمشي مع البرنامج خطوة خطوة. هنعتبر ان دي دلوقتي بكام؟ ب 140. ال 140 اكبر من 150؟ لا، يقوم واخد بعضه يروح على مين؟ اند اف. وبعد كده ينزل يكمل البرنامج يلاقي فيه علقة ايه؟ سخنة. يبقى لو اقل من 150 مين اللي طلعت له؟ علقة سخنة. انما هنطلع مصيف ما طلعتلوش. طب نغير، نخلي الدي ب 160. الدي اكبر من 150؟ اه، هروح انفذ الاقي ايه؟ مسج بوكس، هنطلع مصيف اند اف. وبعد كده هنزل اكمل برنامج عادي الاقي برضو مين؟ علقة سخنة. معنى كده علقة سخنة هتطلع لي في ايه؟ في الحالتين. مركزين في الحتة دي؟ لا، ما ينفعش نكتب كده، لا ما ينفعش نكتب كده، دي حاجة تانية خالص. تاني، الناس اللي مش فاهمها، انا end if هي الجزء ده بس، الجزء ده فقط اهو هو اللي مرتبط بالشرط. الجزء ده بس هو اللي مرتبط بالشرط. فلو كان اقل من 150 او اعلى من 150 كده كده اللي تحت end if هيتنفذ ان شاء الله، حتى يكون ايه، واللي قبل end if كده كده هيتنفذ. فمين اللي مرتبط بالشرط؟ هي الجملة دي بس اللي مرتبطة بالشرط. لو الشرط اتحقق هتتنفذ، طب الشرط ما اتحققش مش هتتنفذ. انما اللي تحت دي مش مرتبطة بشرط اصلا. فسواء انت بقى الشرط طلع ترو، الشرط طلع فولس، اللي بعد اند اف ملوش علاقة بجملة الشرط خالص. اتفهمت يا احمد؟ تمام. طيب انا ينفع اتحايل عليها شوية علشان اخليها تطبع هنطلع مصيف ومسج وعلقة سخنة كل واحدة مع حالتها؟ اه ممكن نتحايل عليها شوية. اعمل ايه؟ اجي بعد هنطلع مصيف دي اقول له اكزيت اكزيت صب. تمام كده. ايه اكزيت صب دي؟ دي جملة بستخدمها أنا أي برنامج في الدنيا ليه بداية وليه نهاية. حلو. فأنا المفروض بكتب البداية الأول والكلام ده، فأنا ما بكتبوش. يعني المفروض أقول له برايفت سب باتون 1 أندر سكور كليك، خط كده سطر كده بكتبه. أنا ما بكتبوش، إشمعنى؟ الفيجوال بيزك بيكتبه جاهز، وبيجي في آخر البرنامج يقوم هو كاتب لي إند سب. هيبقى فيه بس أول ما الإقامة تقوم، بس يعني أول ما يبقى الإقامة تشتغل هنقوم كلنا. خلاص كده. اكزيت صب دي كل مهمتها تقوم واخده البرنامج بتاعي على تحت على طول. فلو كانت الدي ب 160، الدي اكبر من 160؟ اه. اكبر من 150؟ اه. يبقى الشرط ده ايه؟ ترو. شرط ترو يبقى نفذ اللي بعد زن، يوم جاي ينفذ مسج بوكس، بعد مسج بوكس يلاقي ايه؟ اكزيت صب، يوم واخد بعضه وعامل كده. يبقى عدى على العلقه سخنه؟ ما عداش على العلقة، فلت منها المحظوظ. تمام كده. طيب خلي لي الدي ب 140. الدي اكبر من 150؟ لا، يبقى هيعمل كده، مش هينفذ اللي بعد زن. لا سوري، يعمل كده، ثواني معلش، هيعمل كده على طول. تمام، يجي على اند اف على طول، ما يعديش بقى اللي ما بين زن واند اف، ويقوم نازل يكمل البرنامج يلاقي مين؟ علقة سخنة. وبعد كده ينزل لنهاية الايه؟ البرنامج. يبقى كده قدرنا ايه؟ نتحايل عليه شوية علشان خاطر لو كان اكبر من 160 يطلع مصيف، اقل من 150 يجيله الايه؟ العلقة السخن. تمام؟ اتفهمت دي؟ ها، في حد قاعد مش فاهمها؟ طيب تعالوا نشوف المشكلة اللي هتحصل دلوقتي دي بقى. أنا دلوقتي عايز
زوائد سواد طالب. اه ال 150 ده اللي هي النص الدرجة، مش الدرجة من 300 في اعدادي، 300 و 320، خليها 300 مش مشكلة. طيب انا دلوقتي هعمل حاجة عايزها تحصل في الحالتين، سواء كان جايب اعلى من ال 150 او اقل، يعني سواء كان ساقط او ناجح. ايه هي الحاجة دي؟ عايز اجيب النسبة المئوية بتاعته، فهحطها فين؟ عايز احطها هنا اهو. جيت قلت له مثلا عندي الاكس هتساوي النسبة المئوية، بتيجي ازاي؟ بقسم الدرجة على الدرجة الأصلية واضرب في ايه؟ في 100، تمام؟ او العكس يعني، مش مشكلة، اعتبر ان الدرجة من 300. لا مش متذكر او بتيجي ازاي، يعني لو واحد جايب 140 على 300 في 100، اه زي ما انا عاملها كده بالظبط، تمام خلاص زي ما انا عاملها، بقسم الدرجة على الدرجة الأصلية واضرب في ايه؟ في 100. طيب بص كده، ركز في اللي هيحصل دلوقتي. الدي بكام؟ خليها ب 140 دلوقتي. حلو، ال 140 اكبر من 150؟ لا، يقوم نازل على ايه؟ اند اف، ينزل يعمل علقة سخنة وينزل يحسب النسبة، وبعد كده ينهي الايه؟ البرنامج. فيها مشكلة؟ فيها مشكلة ولا سهلة دي؟ سهل. طب تعالى بقى نشوف، لو اللي هي ب 160، الدي اكبر من 150؟ اه، ينزل ينفذ اللي بعد زين، هنطلع مصيف. طب بعد المصيف اكزيت صب، يقوم واخد بعضه وينزل هنا، عدى على النسبة، تمام عدى على النسبة بقى كده، معداش. هنحل المشكلة دي بس بعد الصلاة، تمام؟ ناخد استراحة كده 10 دقايق نصلي ونرجع. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم، الناس موجودة؟ طيب نرجع لمشكلتنا منا ومنكم بإذن الله. نرجع للمشكلة بتاعتنا اللي احنا قابلناها. المشكلة كانت ايه؟ ان انا في حالة الشرط ترو وكانت الديب 160، قلت هنروح نعمل نطلع مصيف واكزيت سب ويروح على الاكزيت سب، فما طلعليش النسبة، تمام. ولو كانت النتيجة بتاعت الشرط فولس كان بيروح يقول لي علقة سخنة وبيطلع لي النسبة، يعني النسبة بتطلع في حالة الراسب بس، صح كده؟ تمام، يبقى النسبة كانت بتطلع في حالة الراسب بس. فقدامي حل لين مش حل واحد. ايه هو الحل الاولاني؟ ان انا زي ما عملت النسبة تحت الرسالة بتاعت علقة سخنة اروح اعملها اروح اخد منها كوبي كده واحطها هنا، صح؟ مش ده حل؟ ده حل ممكن اعمله، بس الحل ده مش مجدي قوي، لان في حالة نفترض ان قدامي 10 سطور كمان عايز انفذهم، اكتبهم مرتين ولا اخدهم كوبي مرتين؟ ما ينفعش الكلام ده، مش اسلوب برمجة. طيب احل القصة دي ازاي؟ قال لي نروح نكبر جملة اف شوية. تمام لحد كده احنا تمام. اف دي اكبر من 150 زن هنروح مصيف. طب لو كانت اقل اقول له بقى إلس غير ذلك. اللي هو ايه اللي غير ذلك؟ خلاص بقى بالعقل ان هي تبقى اقل من كام؟ من 150. اجي بعدها تمام كده، هينفذ ازاي؟ هينفذ ازاي؟ اه ماشي، انتوا كلكم فرحانين بالعلقة كده ليه؟ اوعى تكونوا مجهزين لها. طيب التنفيذ بتاعه يبقى ازاي؟ طب كويس. لا ده الشبشب ده بتاع ايام الدراسة العادية، بعد الامتحانات بقى في حاجات اقوى شوية من الشبش. طيب عندي هينفذ ازاي؟ تعالى الدي خليها ب160، اه نسينا الحتة بتاعت النسبة، واجي بعد اند اف اقول له مثلا الاكس بيساوي الدي على 300 تمام كده. هينفذ ازاي بقى دلوقتي؟ خليلي الدي دي ب160، تمام. الدي اكبر من 150، اه اكبر من 150، يبقى قيمة الشرط ايه؟ ترو. ينفذ اللي بعد زين وبعد كده يروح على ايه؟ اند اف، وبعد كده يكمل البرنامج عادي. حلو كده. طب لو كانت ب140، لا عدى على النسبة اهو، تاني تاني تاني
ما انا النسبة حاططها فين يا حسن؟ حاططها بعد اند اف، وانا قلت اي حاجة بعد اند اف ملهاش دعوة بالشرط، هتتنفذ هتتنفذ. فلو ب 160 اذا الدي اكبر من 150، اه زين انفذ، هروح المصيف، بعد ما اروح المصيف اروح على اند اف وانزل اكمل برنامجي عادي. طب لو كانت بقى ب 140، 140 تبقى ايه؟ فولس. تمام، الدي اكبر من 150، لا يقوم ناطط على ايه؟ إلس على طول، ويقوم منفذ على السخنة ويجي على اند اف وينزل يكمل برنامج. يبقى في كده الحالتين عدينا على ايه؟ عدينا على النسبة. في كده الحالتين عدينا على النسبة، الخط الاحمر معدي عليها وده الخط الاخضر معدي عليها. طيب اذا جملة اف زين الاولانية بستخدمها اصلا لما اكون عايز اعمل حاجة واحدة بس، لو اكبر من 150 هروح مصيف وخلصنا على كده. طب لا انا عايز بقى اقول له لو اكبر من 150 هروح مصيف، ولو اقل من 150 هتضرب، يبقى استخدم له اف زين ايلس. دي بتستخدم لما يكون عندي بديلين، عندي حاجتين هنفذهم، ينفذ دي ينفذ دي، بناء على مين؟ على الشرط. لو الشرط ترو هنفذ اللي بعد زين، لو الشرط فولس انفذ اللي بعد ايلس، حتى ممكن تربطها فولس بايلس. خلاص كده. ناخد مثال جد شوية بقى، مثال كامل كده نعمله على بعض. عايز اعمل برنامج اديله درجة عمر واحمد، او نديله درجة حسن، ومين تاني شغال معانا؟ حسن، مين تاني مين تاني؟ ومحمد. هدي درجة حسن، ماشي، اسلام، طالما اسلام قال انا درجة حسن واسلام خلاص. يبقى طالما قلتها ايه، هديله درجة حسن واسلام، يبقى عندي كم متغير؟ 2. يبقى اقول له دايم اتش اختصار ايه؟ حسن. از الدرجة مش ممكن يبقى فيها كسور، يبقى اروح اخلي النوع سنجل عشان ده بيقبل الارقام العشرية. خلاص، بعد كده اقول له دايم اسلام اي از سنجل. تمام كده. طيب مبدئيا، فعليا على الفيجوال، بيزك الاي ما ينفعش استخدمها. حد عارف ليه؟ راجع كده القواعد اللي قلناها بتاعت التسمية، وافتكر ايه من القواعد اللي يخليني ما استخدمش حرف الاي. ها، محدش كان بيحضر معانا من الاول؟ تمام، هي الاي زيها كده. الاي يا جماعه كلمه، الاي كلمه محجوزه، يعني الفيجوال حاجزها قبل كده، في الحقيقي الاي محجوزه فمش هينفع استخدمها على الفيجوال، فاحنا مجازا كده هنستخدمها دلوقتي خلاص عشان خاطر اسلام ما يزعلش. الاي كلمه محجوزه، لو فتحت الفيجوال بيزك دلوقتي وكتبت له دايم اي مش هيقبل الاي، لان الاي كلمه محجوزه. خلاص، اجي بعد كده اقول له هو واخدها، يعني هو واخد حرف الاي عامله متغير، مش قصه مع مش موضوع معناها ايه، هو الفيجوال نفسه عامل الاي متغير، فانا ما ينفعش استخدمه. الكلمه المحجوزه دي اللي هو الفيجوال بيزك حاجزها في الرامه، فانا ما اقدرش استخدمها خالص. خلاص، بس احنا استخدمناها عشان خاطر اسلام. لا، حسن اتش و اي اسلام. طيب هاجي اقول له روح خد الاتش اللي هو حسن منين؟ من التكست بوكس الاولاني مثلا،
وروح خد الاي اللي هو اسلام من التكست بوكس التاني. خلاص كده، كده انا جبت قيمة الاتش، او المفروض ان انا عندي فورمة زي كده تمام، جواها تكست بوكس وتكست بوكس، ادخل درجة هنا، ادخل درجة حسن هنا، ادخل درجة هشام اسلام، ومثلا هدوس على الباتون ده يطلع لي النتيجة في ايه، في رسالة. خلاص كده نكمل الكود. اعمل بقى ايه؟ انا قلت له البرنامج بتاعي هيشوف درجة مين الاكبر، واللي درجته اكبر يكتب لي اسمه. يبقى اقول له اف الاتش، اف الاتش اكبر من الاي، يعني لو لقيت الاتش اكبر من الاي then، لو لقيت الاتش اكبر من الاي هنعمل ايه؟ مسج بوكس حسن. خلاص كده. طيب لو ما كانتش اكبر منها بقى، يبقى اقول له ايلس، ايلس ايه اللي يحصل؟ مسج بوكس اسلام. وبعد كده ما انساش اند اف، علشان في ناس بتنزل درجات بسببها. خلاص كده، ده كود فعلي لو خدناه نفذناه على الكمبيوتر هيتنفذ. يبقى عرفت متغيرين عشان عندي درجتين هيخش. وبعد كده خدت قيمة المتغير الأول من التكست بوكس الأولاني، وقيمة المتغير التاني من التكست بوكس التاني. بعد كده قلت له روح قارن بقى بين الدرجتين دول، لو لقيت الدرجة بتاعت اتش أكبر يبقى حسن هو الأكبر، لو لقيت الإيه أكبر خلاص يبقى بالعقل كده اتش مش أكبر، يبقى إيه اللي إيه الأكبر، أروح أقول له إسلام هو مين اللي أكبر. ده مثال مثلا حقيقي ممكن ينفذه. ممكن ناخد مثال تاني بسرعة كده قبل ما نروح على محاضرة الإنجليزي. عايز أدي للبرنامج بتاعي درجة الحرارة، ولو كانت أعلى من الصفر يقول لي الجو حار، ولو كانت أقل من الصفر يقول لي الجو إيه بارد. أعملها إزاي؟ يبقى كده يبقى عندي تكست بوكس واحد بس، لأن هدخل درجة الحرارة بس. حلو. ويبقى عندي متغير واحد بس اللي هو ليكن الاتش اهو، اقول له دايم اتش از سنجل. بعد كده اروح اخد قيمه الاتش منين؟ من التكست بوكس واندو تكست تمام. طيب في غلطه انا وقعت فيها دلوقتي، احنا عمرنا شفنا كده في مره كده في الاخبار يقول درجه الحراره 30 ونص، حصلت مع حد قبل كده اسمعها؟ حصلت يعني؟ حصلتش ابدا يا حسن، مفيش درجة حرارة بيبقى فيها انصاص، هو يجي يقول لك درجة حرارة 30 26. اذا السنجل ده ملوش لازمة، اروح اجيب مين؟ بايت. تمام، اذا السنجل ده ملوش لازمة، اروح اجيب بايت، مش هحتاج السنجل. طب لو خليتها سنجل في الفيجوال صح، بس فعليا ملهاش لازمة، كبير على الفاضي. طيب قلت له هات الاتش من ايه؟ تكست بوكس واندو تكست. بعد كده قلت له هات الاف الاتش اكبر من ايه بقى؟ من صفر. خلاص زين مسج بوكس الجو حار. خلاص كده اف الاتش اكبر من صفر، يبقى زين الجو ايه؟ حار. طب ايلس الجو بارد. سهلة كده. في مشكلة في الاف والزن والالس، في مشكلة في الجزء اللي النهاردة، سهلين خالص اهو. هتلاقي عندك في الورق التعريفات اهي، هتحفظ لي بقى كام تعريف دول، ودي بتتسمى الصيغة العامة. يجيب لي في الامتحان كده اف ويحط لي نقط زين دي يا شباب عشان اللي ياخد الورق، زين دي المفروض هنا، زين دي المفروض تتكتب هنا ما تتكتبش في السطر اللي تحتها، زين دي المفروض تتكتب هنا. خلاص
يبقى اف ويحط لي نقط ويحط لي زن، ما بين اف وزن بيجي ايه؟ ربنا يكرمك يا حسن، ان شاء الله تنجح وتجيب درجة كويسة. تمام كده، يبقى اف احط تعبير شرطي زن، يبقى لو حطيت نقط هنا مش هحط له انا مقارنة، لا احط له كلمة التعبير الشرطي. خلاص، وادي خريطة تدفق مش علينا، احنا خريطة تدفق حاططها بس كده عشان افتكر الحاجات القديمة شوية. ادي تعريف التعبير الشرطي، بيقول لي هو جزء من الكود، يبقى اذا هو مش الكود كله، عشان كده كنا بنقول اللي قبل اف واللي بعد اند اف ملهمش دعوة بالتعبير الايه؟ الشرطي. تمام، هو ايه المحاضرة ايه؟ مش فاهم يا حسن. ايه ده مش شايفين؟ حد تاني مش شايف؟ طب اعمل ريفريش كده يا حسن، اعمل ريفريش. يبقى اذا التعبير الشرطي قال لي هو جزء من الكود، عشان انا كنت بقول اللي قبل اند اف اللي بعد اند اف واللي قبل اف ملوش دعوة بالشرط خالص، ده هيتنفذ سواء الشرط ترو او فولس. يبقى اذا التعبير الشرطي ده جزء من ايه؟ من الكود. بيقول لي عبارة عن صيغة من علاقة بين كميتين، والقيمة او الكمية ممكن تكون قيمة مجردة او خاصية او متغير، زي جملة التخصيص اللي خدناها قبل كده، نشرحها تاني. يعني ممكن اقول له اف الدي اكبر من 150، اف الدي اكبر من 150 دي بتتسمى قيمة مجردة، اديت له القيمة على طول. او زي ما عملنا من شوية، اف الاتش اكبر من الاي دي اسمها قيمة متغير اخر، بقارن متغير بمتغير. او اقول له اف الدي اكبر من 1 زائد 2 دي مقارنة بعملية ايه؟ حسابية. يروح يحسب الحبة دول، الناتج اللي يطلع يبقى يقارنه بالدي. او اقول له اف الدي اكبر من تكست بوكس 1.txt، هيروح يشوف التكست بوكس مكتوب فيه ايه ويقارنه بالدي، يبقى دي قيمة مجردة من متغير اخر، عملية حسابية بيقارن بايه؟ بخاصية. ده شرح الحتة دي. تمام، يبقى القيمة او الكمية ممكن تكون مجردة او خاصية او متغير او تعبير ايه؟ حسابي. حاضر، لحظة، يا ريت الدعم يجهز اللينكات للشباب. تمام، الدعم الفني حاضر هيجيب لك اللينكات اول ما نخلص على طول ان شاء الله. خلاص، المعاملات يا شباب، المعاملات يا ريت يا ريت نركز جدا في المعاملات، لانها معكوسة. اللي بيدرس الرياضة بالعربي المعاملات دي مختلفة، اللي بيدرس رياضة بالعربي الاكبر من عندنا في العربي كده. خلاص، اللي بيدرس انجليش مش هيحصل له مشكلة، يعني مشكلة في اللي بيدرس عربي، الاكبر من والاصغر من هيلاقوهم معكوسين. تمام، فنركز اوي في المعاملات بتاعت الاكبر من والاصغر من. طبعا علامة لا يساوي شكلها اهو، علامة اكبر من او يساوي شكلها اهو، واصغر من او يساوي شكلها اهو. خلاص، ما عنديش دي، ما عنديش دي في الكمبيوتر. يعني بتحب تقول له اصغر من او يساوي عندك في الرياضة بتعمل كده، دي مش عندنا في الكمبيوتر. اهي عندي في الكمبيوتر بحط علامة اصغر من وجنبها علامة يساوي. تمام كده، كده دي اصغر من 50. اقرا من الشمال لليمين، لا اقرا من الشمال لليمين، كده دي اصغر من 50. خلاص، طيب عندي بعد كده ده تدريب، لو حد عنده الفيجوال بيزك يطبقه، ده تدريب تاني يعني، دي شويه تدريبات ممكن تطبقها. بعد كده اف زين الس، بص الفرق بين الاتنين في الحته اللي هحط لك تحتها خط دي اهي. عندي الفرق، بيقول لك بستخدم دي لما يكون عندي بديلين، يعني عندي حاجتين هنفذهم، ينفذ دي ينفذ دي. اللي فوق كان عندي حاجه واحده بس بنفذها او نطلع لها تاني اهي. اللي فوق عندي حاجة واحدة بس بتتنفذ، جملة واحدة بس بتتنفذ
في حالة التعبير ايه؟ true. تمام. انما if then else عندي ايه؟ تعبيرين كودين هيتنفذوا، واحد لو الشرط true واحد لو الشرط false. يبقى ده الشكل العام او الصيغة العامة بتتحفظ زي ما هي كده. عندي بعد كده تدريب اهو هنحله. تمام. بس ما تحلش المعامل بتاع مود ده، يعني سيب التدريب بتاع مود ده لسه ما خدناهوش. التدريب اللي فيه كلمه مود دي ما تحلهاش لسه ما خدناهوش عشان اشرحها. تمام. يبقى احنا واقفين لحد صفحه 24، واقفين لحد صفحه 24 اللي بعد كده لسه ما اتشرحش. خلاص. حد كده في حاجه مش فاهمها في اللي قلناه النهارده؟ ماشي يا حاج حسن. اللينكات الدعم الفني هينزلها لك اللي فيها المحاضرات القديمه، تمام، واللي فيها رابط البرنامج. البرنامج اللي انا رافعه لك على اللينك دون ده برنامج بروتابل، يعني مش برنامج كامل، برنامج بيشتغل من غير تسطيب. خلاص. عشان تشتغل عليه كده، عشان البرنامج الاصلي لما بتيجي تسطبه بيقعد فتره كبيره وحجمه كبير، يعني مش طبعا مش يعني عشان ينزل هيقعد معاك فترة. فده نسخة بروتابل هتنزل معاك على طول. تمام. اللينك اللي عندك ده ده اللي فيه المحاضرات بتاعة الترم الأول أو التاني، بس أنت طبعا يهمك الترم التاني دلوقتي. هتخش تلاقي المحاضرات القديمة وهتلاقي الورق اللي احنا بنشتغل منه ده لو عايز تنزله او تطبعه. تمام. وهتلاقي كتاب المدرسة. خلاص كده. والبرنامج هتلاقيه ملف مضغوط اسمه راح فين، هتلاقيه مكتوب عليه VB2008 بروتابل، ملف مضغوط. هنفكه ببرنامج اسمه الوينرار، لو مش عندك نزله من على النت. تمام. ده اسم البرنامج اللي هنفك بيه الملف المضغوط بتاع الفيجوال بيزك، لو مش عندك نزله من على النت اسمه وينرار. خلاص. الدعم الفني معانا ولا خرج؟ طيب يا ريت بس تحط لهم اللينك بتاع اليوتيوب بتاع الدروس اللي فاتت عشان لو حد عايز يشوف على اليوتيوب على طول. تمام. حسن بيشرح لكم ازاي تستخدموا الورار ده. حسن كده هنجيبه بقى يشرح بقية الفيجوال فيزيك بقى، يكمل معانا بقية المنهج، يريح المستر شوية. طيب يا شباب كده ربنا يكرمك يا حسن، تنجح وتتفوق ان شاء الله. كده يا شباب انا محتاجين مني حاجة عشان تلحقوا محاضرة الانجليزي، بس في انجليزي هتبدأ دلوقتي، لو حد عايز يحضرها ياريت برضو الدعم الفني ينزل لهم اللينكات الانجليزي. ادرس عادي مفيش مشكلة. طب محمد انت في اعدادي ولا حد كبير معانا؟ طب برافو والله محمد انك بتعرف سي شارب. تمام. ادرس الفيجوال، هتلاقي حتى الاكواد قريبه شويه من بعض مش بعيده قوي، ان فكر البرمجه تقريبا كل واحد. تمام. العفو حبيبي. يعني على انهي برنامج؟ بتدوس على انهي برنامج؟
لا ما انت حمله على الجهاز، حمله على الجهاز عندك، اعمله داونلود. تمام، اعملوا داونلود هينزل معاك. انا هجرب اعمل داونلود دلوقتي اشوف شغال ولا لا. اشتغل معاك يعني داونلود؟ خلاص انا كنت هجرب. طيب نزل ايه يا حسن؟ ده 100 ميجا حسن. السرعة عندك عالية ولا ايه؟ طيب تمام، ماشي ماشي، طيب تمام كده خلاص، التحميل شغال كده، كل حاجة مظبوطة. هتحمل وحاول تجرب في البيت كده، ولو في حاجة في وسط الأسبوع كده اتزنقت معاكم ابعتولي على الأكونت بتاعي، أو ابعتوا للدعم الفني وهو هيوصلي على دروسك أونلاين. خلاص يبقى تبعت لنا على الاكونت عندي، او تبعت استنى لحظة واحدة.